أنا محمد أغا من خان شيخون نزحنا بآخر ضربة الضربة الهمجية الإيرانية الروسية الأسدية من مدينة خان شيخون، مدينة الأبطال، مدينة الأحرار، قاهرة الأسد. أول ما نزحت على مدينة عزاز وعملت تنور هونيكي واشتغلت لفترة سنة يعني تقريباً بمدينة عزاز. الشغل صار ضعيف، قررت أني أرجع على حزانو. مرينا بظروف صعبة كتير بالنزوح. النزوح كان صعب على كل العالم يعني، وخاصة على اللي ما معه يعني، ظروف صعبة كتير على العالم، ومنهم أنا يعني، لأنه ما في شيء بالحال يعني. المعيشة هون صعبة كتير مو شوي، غلاء فاحش، مخيمات يعني، حتى خيمة ما حسنا نطلع لنا خيمة بالمخيم. أنا مستأجر بيت آجار وما يعب توفي يعني معي، لأنه أنا عندي بيت أخذه $35 بالشهر. أبو عبد الله إنسان بسيط جدا، الزلمة نازح من خان شيخون وفتح هذا التنور مشان يسترزق منه، والحقيقة يعني حتى الأكل عنده نظيف وطيب وكويس. بلشنا، صارت العالم تعرفنا وانشهرنا يعني، والحمد لله نحن شغلنا على كل أحوال، نحن شغلنا اللي بيشهرنا، لأنه شغلنا لا يعلى عليه أبدا والحمد لله. الشغل اللي بياكل بيرجع لعنا على طول يعني، ما بيتركنا، لحتى صرنا نقطة علام يعني. صرنا نقطة علام يعني، بوقف الشوفير وين انتي على الهاتف، بيقول له انا بتنور الاغا باكل مناقيش، حول لحتى ناكل مناقيش بتنور الاغا. الشغل لحد الان صار ممتاز كتير، العالم عم تعرفنا وعم بتزيد من فضل الله. بنصح كل انسان نزح، كان من المدينه والكان من قريه والكان من اي مكان كان يعني، يشتغل لا يأس. شغل هو اللي بيجيب نتيجه، لا يعتمد على سلة معوني او ما بعرف ايش او حي الله شيء يعني، لا يعتمد على هذا الكلام، لانه السلة ما بتجيب نتيجه، والسلة بجوز شهر تجيك وشهرين ثلاثه ما تجيك، فبدي منونك بالسلة كمان بلا لك السلة. فالشغل هو انسب الكل واحسن الكل. بنصح كل انسان يشتغل ما يقعد.